أخيرا وبعد انتظار وتردد شبه يومي على مكاتب البريد، بدأ المتقاعدون المدنيون بساحل حضرموت باستلام معاشاتهم لشهر إبريل الماضي متأخرة على قلتها شهرا كامل، ذاقوا خلاله مختلف صنوف المعاناة والحاجة. ما نكسب إن التأخير يجي الشهر الثاني وعدم أجر راتب، الناس بتستأجر بيوت، يجي صاحب البيت يهددك يقول لكم ما أخرج من بيتي، وين يرجع إنسان متقاعد اللي عاد معه شغل ولا عم يشغله إلا يعيد عليها. لكن الاكتفاء بصرف معاشات إبريل فقط لن يساعد الكثير منهم في توفير مستلزمات الشهر الفضيل بعد أن تراكمت الديون عليهم خلال الأشهر الماضية. شهر 5 دخل واليوم بنسلم في شهر 4، طبعا لا شك اننا قد تدينا اضعاف هذه المبالغ اللي بنستلمها اليوم. هذه كلها البتروح قلها مفوتة، لانه شهرين الان كمان المفروض نستلم شهر 4، الان استلمنا عندنا الا في شهر 5، شهر حق شهر 4، ولا بيقدر الانسان يوفر حق شهر 4، يعني موفر رمضان غلاء المعيش الان كمان بتعرف مقام الانسان ما بيقدر. بريد حضرموت أوعز تأخر صرف معاشات المتقاعدين باستمرار أزمة السيولة المالية، محذرا من أن هذه المعاناة ستتواصل جراء إغلاق فرع البنك المركزي بالمدينة. التأخير هذا نتيجة عدم وجود سيولة، يعني كل الإيرادات الدولة الآن تروح إلى محلات الصرافة، ومحلات الصرافة يماطلوننا أو ما نقول يماطلوننا ولكن يدعونهم لا توجد لهم سيولة. إذا لم يوجد بنك مركزي أو يفتح أبواب البنك ستظل مشكلة السيولة قائمة، سنظل في نفس الإشكالية الأشهر القادمة. وكان محافظ حضرموت قد اتهم الحكومة مؤخرا بإخلاف وعودها برفض المحافظة باحتياجاتها من السيولة النقدية. نحو 600 مليون ريال هو ما تحتاجه المحافظة شهريا لدفع معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في مناطق الساحل، وهو تحدي حقيقي يضاف إلى السلطات المحلية في ظل استمرار أزمة السيولة وتوقف عمل فرع البنك المركزي. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.